إذن أهلا وسهلا بكم متابعينا ومشاهدينا الكرام من خلال هذا البث المباشر هنا من مدينة فاس بطبيعة الحال العاصمة العلمية للمملكة. تحتفي مدينة فاس بطبيعة الحال بالسنة الأمازيغية الجديدة بطبيعة الحال، المهرجان الكبير للاحتفاء بالسنة يعني الأمازيغية. كاين هنا عروض اللي غاتكون بطبيعة الحال اللي كتحتفي بهذا يعني السنة الأمازيغية. كاين مهرجان اللي هو معروف على المستوى الوطني هنا الدورة ديالو الخامسة، كاين يعني معرض اللي كيبين مجموعة من الثقافة الأمازيغية. غنقربكم متابعينا ومشاهدينا الكرام من هذا المعرض ومن هذا المهرجان، وغنشوفوا كل التفاصيل حول يعني هذا البرنامج ديال هذه الدورة الخامسة. غناخذوا تصريحات، غناخذوا لربما العارضين هنا في هذا يعني بطبيعة الحال الرواق. كتشوفوا اكيد الكل كيحتفي بالسنة الأمازيغية، واللي بطبيعة الحال كل شيء فرحان وكل شيء كيفتخر بهذا الموروث يعني الثقافي الأمازيغي. وغتشوفوا مجموعة من يعني المعارض اللي منتوجات هنا رواق كيعرضوا منتوجات ديالهم اكيد اللي كنفتخروا بها وكنعتزوا بها، واللباس يعني الأمازيغي التقليدي، مجموعة من المنتوجات المحلية اللي غادي نقربكم منها متابعينا ومشاهدينا الكرام. شوفوا في هذا الرواق هنا شنو في هذا المعرض شنو كاين. كاين حفلة اللي هي غتكون مجموعة من الفنانين يعني بطبيعة الحال فنانين اللي غيكونوا غيحيوا مجموعة من العروض اللي غيكونوا. غنجيو ناخذوا بعض اللحظات متابعينا الكرام. السلام عليكم سيدي، تبارك الله عليك، كيدايرين في امان الله؟ الحمد لله اخويا، الله يبارك فيك. الله يبارك فيك اخويا، شكرا. معكم في بث مباشر على قناة شوف تي في، انت عارض هنا في المهرجان. نعم سيدي. على الدورة الخامسة ديال المهرجان. صراحة كانت مناسبة مزيانة باش اننا نتعرفوا على باش اننا صراحه نقدموا الثقافه الامازيغيه بشكل قريب. بالنسبه لنا حنايا تم استدعاء ديالنا بحكم انه كنقدموا منتوجات اللي كيعبروا بنوع ما على الثقافه الامازيغيه، حيث انه كنقدموا منتوجات ديالنا كاملين كيعبروا لنا على الاعشاب اللي كيكبروا يعني في المنطقه ديالنا. فمثلا يعني كاين مثلا الزعتر، هو ذا الزعتر عشوب اللي كي لا اسمح لي ماشي هذا الزعتر عشوب، هو هذا كيكبر يعني بزاف في المنطقه ديال هنايا ديال الاطلس. ثم عندنا حنا قدينا اننا نديروا اعاده الاحياء المجموعه ديال الاعشاب، ما بيناتهم الزعتر، البابونج، مرد الدوش الى اخره، يعني هذا ما كان. ديال طبيعة الحال مخدومين من هنا من الاطلس يعني من صفرو. نعم. من صفرو. شكرا سيدي بتوفيق. مرحبا اخويا، شكرا. كلمه لبغيتي توجهي المغاربه الان اللي في سنه سعيده لجميع المغاربه والامازيغ خاصه. هذه مناسبه يعني اللي حنا تنحيوا فيها الهويه ديالنا، الهويه الامازيغيه بكل ما تعني الكلمه من معنى على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. فكان يوم رائع جدا، تدارست فيه مجموعه ديال النقاط اللي هي مهمه في القاعه ديال الندوات. وعلى مستوى العرض كانت هناك عرض ديال الالبسه ويعني الازياء محليه امازيغيه محضه. احنا كتعاونيه كان الحضور ديالنا هو تقديم المنتوجات المجاليه اللي هي امازيغيه اللي كيستعملوها الامازيغ، خصوصا في هذه الليله، هذه الليله ديال الحاكوزه، بحال دابا سكسو بالزعتر، سكسو بازير، المحمصه بالعشوب، يعني الزيوت اللي هما اللي كيتحتاجوا في حاكوزه واللي كتستعمل المراه عموما وكيستعملوها العروسه خصوصا.
هذا هو الحضور ديالنا كان على هذا المستوى هذه باش تنقلوا للعالم ان العالم الامازيغي هو لا ينقصه اي شيء. نعم. الحمد لله. نعم. لا على المستوى الاجتماعي، لا على المستوى الاقتصادي، لا على فهمتي، على جميع المستويات هو واحد الشريحه ولله الحمد قائمه بنفسها، وعندنا فيها اطور الحمد لله، وعندنا فيها طلبه ممتازين، وعندنا فيها نساء رائدات، وعندنا فيها رائدات لا في مجال الوظيفه ولا على المستوى الاعمال الحره والمقاولات الكبيره او الصغرى ولله الحمد. فشكرا سيدي، سنه سعيده واسقس مباركي، والله يعيده بالصحه والعافيه وطول العمر ان شاء الله. لا اسقس مباركي الكل بطبيعه الحال المتابعين الاوفياء، سنه أمازيغية سعيدة للجميع. غندخلوا المتابعين الكرام هنا لهند، هاد الشابة اللي بطبيعة الحال لابسة هاد اللباس. السلام عليكم. أسكاس أمباركي، ياك هكا كيقول أمينو أمباركي. إذا المتابعين الكرام غنحاولوا ناخذكم في نقاش، واخا أختي حاولي تقربينا من المنتوجات المعروضة هنا عندك في هذا الرواق. السلام عليكم. بعدا سميتي لمياء المنيعي، إيموزة مرموشة، تاع رئيسة التعاونية تينفلا. التعاونيه ديالكم، شنو كتقدموا المنتوجات اللي عندكم؟ التعاونيه ديال ايموزا مرموشه، جميع التعاونيات كتقلب على التجديد، على الازدهار، باش انها توصل المنتوجات التقليديه لاعلى المناصب ان شاء الله، وما تنقرضش هاد المهنه هذه حيت ولات قليله بزاف، وخصوصا في المدن الكبار، وهذه انقرضت هاد المهنه هذه. كنتمنوا اننا هاد التعاونيات الصغار اللي في القرى انهم يحيوا هاد المنتوج هذا ويزدهروا به ان شاء الله. شنو كتعرضوا هنا في الرواق ديالكم؟ شنو المنتوجات اللي عندكم اللي ممكن لان يجيو الناس هنا لفاس ويتعرفوا على هاد الثقافه الامازيغيه؟ يلقاو اغلبيه القض اللي كان دابا منقارض وما بقاش. هاد الزربيه هذه، هاد الزربيه هذيك يعيطوا لها ترحالت. اولا الزربيه نتاع القضن اللي كتصوب باليد، هاد الطرز، هاد الطرز اليدوي دابا ما بقاش، قليل ما بقاش كيصوبوه البنات نتاع اليوم، يعني قليل، لان اللي هز المهنه من الام ديالو ولا من العائله ديالو. وكاينه هادي اللي ولينا كنجددوا فيهم دابا باش انه يبقاو عايشين ويحيوا. هذه زربيه مرموشيه، اللي معروفه بالخدمه ديالها ومعروفه بالاتقان ديالها ومعروفه بالاتقان لموزه مرموشه وبالصوفه البلديه 100%. نعم. نعم. منتوجات اخرى ربما كاين هذا الاخر نتاع بيت النعاس بجوج خدادي ديالو، وكاين هذا اللي كيتسمى المنديل نتاع الخبز اللي كانوا شحال هذه كيديروا دابا ولا طوندونس ولينا كنغيروا فيه باش كيبقى في الحله ديالو. نعم. الى اي حد وكبت يعني لربما الثقافه الامازيغيه التطورات اللي وقعها في العصر؟ كنعرفوا كل شيء تطور، واش يعني هاد المنتوجات تطوروا وحاولتوا تدخلوا عليهم شويه ديال التحديثات ولا بقوا في نفس يعني ديال زمان، يعني الصناعه ديال زمان؟ طبيعه الحال الا بغيتي التجديد راه خصك ضروري تواكب العصر. نعم. وحنا باش نواكبوا العصر ولينا كنجددوا كندخلوا مواد اخرى على الزربيه ديالنا وعلى التقاليد ديالنا. نعم. خير دليل هو اليوم فهاد الاخر، لان يعني فاتحنا على تقاليد بزاف، على افريقيا، على نيجيريا، على ليبيا، يعني بزاف ديال الثقافات اللي ولات حتى هما عندهم قناه كما ذكر السيد السفير، انا ولات قناه امازيغيه في ليبيا وغتولي تعرض اللغه الامازيغيه، هذا فخر لينا بزاف بزاف. شنو تقولي للمغاربه اللي كيتابعونا الان بخصوص هذه السنه الامازيغيه الجديده؟ اسكوس مباركي، الله يدخلوا عليكم بالصحه والسلامه وطولة العمر ان شاء الله، والله يدير اللي فيها الخير ويرزقنا بالشتيوى ان شاء الله اللي تنفعنا وتنفع المسلمين جميعا ان شاء الله. يا شكرا 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 جزيلا. اذا متابعينا دائما معكم في البث المباشر هنا من المهرجان بطبيعه الحال اللي كيحتفي بالسنه الامازيغيه الجديده. كنشوفوا في المعرض طبيعة مجموعة من المنتوجات المعروضة هنا، وكنحاولوا نقربكم من كل هذه المنتوجات متابعينا ومشاهدينا الأوفياء. غنبقاو معكم، غيكونوا حفلات بطبيعة الحال وغيكونوا عروض اللي غنقربكم منها، واللي أكيد لأن يعني بطبيعة الحال نعم غيكونوا واخا نسالوجي عندك غيكونوا بطبيعة الحال مجموعة من الحفلات اللي كتعبر على الثقافة الأمازيغية. وغادي نقلوا لكم، شوفوا مثلا هذه ما عرفتش شنو سميتها، هذه ما عرفتش شنو كيديروا بها هذه الامور بحال هكا. اذا دائما معكم غنحاولوا نواكبوا كل يعني التطورات بطبيعه الحال، وكل يعني المنتوجات المعروضه هنا، وغتكون سهرات غنقلوها لكم اكيد متابعينا ومشاهدينا الكرام. مجموعه من المنتوجات ممكن تجيو
ماريوت باش تشوفوا يعني هذا الشيء. اكيد كنفتخروا بالثقافه الامازيغيه ديالنا. فكل الشكر والتقدير والاحترام لكم وحسن تبعديكم مشاهده. غنرجع من خلال البث مباشره اخر. السلام عليكم.